هناك مرض أو وباء عالمي انتشر في العالم وفتك البشر في كل مكان، ولم يتم حتى الآن اتخاذ الوقاية اللازمة والاحتياطات التي تقضي عليه، إنما هناك احتياطات أدت إلى تخفيف الوضع قدر المستطاع وتوجيه إعطاء التوجيهات اللازمة والإرشادات لتحذير البشر من خطر هذا المرض القاتل، الوباء الذي انتشر في معظم أو أغلب أو كل دول العالم. وبلا شك أن هذا مما يحتاج إلى أن يكون هناك وعاية أكثر وإرشادات أكثر وإعلان عن المخاطر وكيفية الوقاية وكل ما يمكن له أن يقي البشر وأن يتم تجنب ما يحدث من أضرار من جراء هذا الوباء الذي استفشى والذي انتشر والذي ما زال يصيب ويقتل الأفراد. ونسمع بين الحين والآخر عن ما تم الموت من خلال هذا المرض في أي من مدن العالم قاتل.